انضم لنا تحسين عليان مدير برنامج مؤسسة الحق عبر الخط الهاتفي. صباح الخير أخ تحسين. صباح الخير لك ولجميع المستمعين. يعني اقتحام جديد لمؤسسات حقوقية فلسطينية من ضمنها مؤسسة الحق. بالبداية يعني أنتم الآن تتواجدون في المؤسسة، كيف هو الوضع؟ ما الذي، هل قام الاحتلال بمصادرة معدات من المؤسسة؟ ما هي صورة الوضع؟ بالنسبة لمؤسسة الحق لم نلاحظ أنهم قاموا بمصادرة أي شيء، عبثوا ببعض محتويات المؤسسة، قد يكونوا أخذوا نسخ إلكترونية، ولكن حتى الآن لم نتأكد إذا ما أخذوا نسخ إلكترونية عن المواد الخاصة بالمؤسسة أم لا، وقاموا بإغلاق الباب الرئيسي بالحديد. هذا ما قاموا به وهذا ما لاحظناه حتى الآن. نعم، يعني أنتوا بتقدروا تدخلوا على مقر المؤسسة؟ نعم، نحن الآن متواجدين في داخل المؤسسة ووجدنا الباب. قد قام بعض الناس المتواجدين في المنطقة بفتحه، لأنه يبدو أن الناس لم يحتملوا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق هذه المؤسسة، لأن هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات المستهدفة هي مؤسسات الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يريد هذه المؤسسات لأنها تدافع عن حقوقه بشكل دائم. صحيح. طيب، إحنا طبعا إلى جانب الحق هناك أيضا خمس مؤسسات أخرى من ضمنها قرار إغلاق يعني لمقر اتحاد لجان المرأة. ماذا يمثل هذا الاقتحام للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وخاصة بأنه جاء بعد أن أعلنت 9 دول أوروبية أنها ستتعامل مع هذه المؤسسات وتريد مواصلة التعاون لغياب أي أدلة تثبت مزاعم الاحتلال بأنها بين هلالين إرهابية؟ هذا يعبر عن إفلاس دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم لم يجدوا أي دليل مادي ملموس ولم يقدموا أي دليل مادي وفقا لما طلبه منهم الشركاء الأوروبيون. وعلى هذا الأساس بالنسبة لهم هذا هو الأسهل، أن يقوم بتصنيف المؤسسة على أنها إرهابية، وأن يقوم بمهاجمة المقرات، وأن يقوم بإغلاقها بالقوة، ويستمر في سياسته التي تقول أن هذه المؤسسات أنها مؤسسات إرهابية، لأن هذه الرواية من السهل تسويقها أمام بعض الأوروبيين والأمريكان في ظل ما يسمى الحرب على الإرهاب. هذه هي الرواية الأسهل وهذه هي الرواية التي يمكن تسويقها. نعم. طب الآن ما هو العمل؟ يعني في هناك سيكون وقفة رافضة أمام مؤسسة الحق الساعة 12، لكن برأيك ما الخطوات التي يجب القيام بها بعد هذا الاقتحام للمؤسسات؟ وأصلا هذه الهجمة ليست جديدة على المجتمع المدني الفلسطيني، الاحتلال منذ فترة وهو يشن هذه الهجمات على مؤسسات المجتمع المدني التي تخدم حقيقة المجتمع الفلسطيني. نحن سنستمر بالعمل كالمعتاد، وعملنا لا يحتاج إلى أي إذن من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وليس مرتبط بمكان، وهذه بالنسبة لنا ليست وظيفة. نحن نقوم بممارسة قناعاتنا، نحن ندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ونسعى إلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني. فأؤكد لك أننا سنستمر بعملنا كالمعتاد، لن نتأثر، ونحن نتوقع كل شيء من دولة الاحتلال، لن تقف إجراءاتهم عند هذا الحد، ونتوقع كل شيء منهم، ولكن لن نتوقف عن العمل. ذكرنا، هل هذه المرة الأولى لاقتحام مؤسسة الحق؟ لا، قاموا باقتحام المؤسسة في السابق، وهذه هي المرة الثانية تقريبا. هذه المرة الثانية. تمام، أشكرك تحسين عليان مدير البرامج في مؤسسة الحق، شكرا جزيلا.